انا اسمي يوسف سعيد نصير، مركز كفر زياد. انا يوسف. حضرتك بتعرف ان النهارده عيد ميلادي؟ كل سنه وانت طيب يا يوسف. حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. النهارده احسن عيد ميلاد في حياتي واحسن يوم في حياتي. كتر خير. حضرتك بتلعب كده؟ حاضر. هتلعب بيها ولا هتشيلها؟ هشيلها طبعا. هتشيلها، يبقى انا هكتب عليها ايه؟ هكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم. ابني ايه بقى؟ يوسف. كل سنة وانت طيب يا يوسف. يلا رحت حضرتك طيب. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. وانا ممكن في يوم من الايام ابقى زي محمد صلاح؟ ان شاء الله. شوف ان شاء الله ليكوا كلكم مش انت بس. يا رب. لازم لو انت النهارده زي ما انت بتشوف الصوره النهائيه، لكن شوف محمد صلاح عمل ايه في حياته. محمد صلاح مش بس محمد صلاح، اسال كده الكابتن احمد، اسال كابتن عبد الستار، اسال كابتن عبد المسيح محسن. ها؟ اساله قول له ازاي؟ مفيش حاجه ايه؟ مستحيل. ومفيش حاجه بايه؟ مستحيل. ببلاش. تعب. عايز تبقى البطل يبقى تلعب رياضه قد ايه في اليوم؟ تتمرن قد ايه؟ قد ايه؟ على حسب مجهود. لا انت بتتمرن كم مره؟ ما انت بقى عايز تبقى رقم عظيم في اللعبه. ممكن ايه؟ فانت ممكن لوحدك في البيت. في ليه؟ البيت. بلعب لوحدي، بقوي كتافي عشان لو وقعت ما يتخلعش، بقوي ركبتي، بقوي دراعاتي عشان المهارات هكتسبها في اللعبه هنا، لكن بناء جسم قوي ده رايي. ده ايه؟ ممكن اللعيبه الكبار ما يتخلعش معايا يعني. على فكره هو من بلد محمد صلاح. كمان. طيب. واشول زي محمد صلاح. بس خلاص بقيت محمد صلاح. ماشي يا يوسف؟ ماشي. طيب هكتب عبد الفتاح. الكرة دي بقت غالية. النهارده كام بقى؟ 1/12 فات. 12. غالية جدا. يا يوسف. كل سنة وانت طيب.